البوتلين يا أخي فن. بوتلين تلعب فيه تنبسط. أول 10 دقائق من الجيم very interactive. الجنجل أول 10 دقائق من الجيم شو؟ يعني لين دقيقة 4 basically PvE. بعدين سوي جانك. بعدين ريكول. بعدين PvE. بعدين سوي جانك. أول 10 دقائق بالبوت عذاب. أيوة لأنها فلة. أحلى شيء. Invite؟ No. ما قلت please. ها؟ قلت please الجيم اللي بعده. دخل الله شوف طريقك. أختلف معك؟ أختلف معي يا حبيبي. ما تفهم إيش البوت. بوت الناس اللي تفهم. صح يا؟ افضل لنا التوب اكيد افضل لنا التوب. التوب اكثر ناس يفلموا الجنجل دائما يحب يجلس بكورنر لحاله متوحدين يا رجل. What would you rank yourself bronze 1 دحين احسن شويه من bronze 2. Goddamn right. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش. اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب وإن شاء الله تنبسط. أمير اليوم نبغى نجيب العيد. Thank you. لا حيموت الأسود بس هذا حيموت. زبال زبال الثور دايبة. لا تضرب لا تضرب. لو واحدة كمان كنت جيب الألتي كنت بفكر أدخل. لين دالتي؟ يس لين دالتي. باري أمسك الدبري حقتي. سبري تاور دايب. يلا بي. لخشين كمان ايش كمية الستنز اللي جاتني هذه ماني فاهم. لا لا بص ما تعيطش. ما يقلعك. روح روح. بيها. بيها. ما عندي مانع اكلي. ما عندي مانع يا زفان. انا طمع. المفروض اني كان امشي. كش عليك تلو. ايوه هتطلع. الحين اسوي الشيل. احلى. اوكي. ما حد يموت. إجنايت ما في إجنايت. أموت وأنت. يو عبد الله فلاش. أوكي 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 وارت أجلس. Buy something nice on me. يلا ناخذ دحين ناخذ دريك. طيب يا عيال انا كنتكم شردتوا. واي النوسي ليه سامحه؟ ما ادري سامحه فعلا. الاثنين سامحوا. يبو يمشي. النوسي يخاف من التاور. هو فول تانك دائما يخاف من التاور. النوسي ليش دعوه احسن يضربوني. يضربوك يضربوك مين يا عم الحاج؟ مش شايف نفسك ولا ايه؟ ده انت لو كرعت في الشوف هتنزل صاله حديد. جس كريم انا جس. والله كان باقي لك كثير. انا بس 3 4 ضربات ترى المفروض ما شغل الدبليو. لماذا يشتغل يعني؟ لازم اجيب كم واحده.
جيب عبدالله جيب 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 بلش ماني قادر استن اوه ماي جاد اوه ماي جاد وط الناس لتفهم صح يا يعني لازم دخله مع بعض هو لازم يشوف لي حل في الستن حق هذا هي مشكلتي برام بس تبغي حق تكنسل اي بس ما تكنسل الستن تبغي حق تكنسل كل البروجكتايلز بس في 60 بروجكتايل بلالتي حق سمولدر بلالتي حق برام بلالتي حق مش فورشن اجل عبد الله فكني اوت ماذا شايفه؟ لا بار 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 بس من هنا؟ كيف هو انفتح؟ الان يموت ما أدري ليش بيحاولوا يسووا يعني بيس ريس ديد مان سبليت ممكن بدامج زياد ماني فاهم بيسووا عندهم سوبر مينيون تحت يعني أكيد ما حيسبقونا يعني مشكلة مش فورشي لو راح لحاله ها قال لها السبورت يجي معنا بس قالوا تعال معايا لو ما جيت معايا أنت ما تفهم زي لما نسوي مع مدمر أقول له تعال معايا أنت زبال قوم يجي معايا بعدين نهزم الجيم أقول له أنت زبال برضه إحنا كده الأي دي سي شايفين نفسنا أبي أنام على فوز ده نورمال مان نوبري كيرز